صباح الخير. نبدأ معكم بفقرة أوروسكوب، وأكيد كتار منكم ناطرين تعرفوا حظكم لليوم، فخلينا نشوف خريطة الفلك كيف حتأثر على نهارنا. جولتنا للأبراج بتبلش مع توقعات 19 الشهر مع برج الحمل. لازم توضح أيها الحمل بعد النقاط العالقة، وإلا رح تبقى رهن الشكوك، وهالشي منه أبداً من مصلحتك. أما على الصعيد المهني، لما تقوم بجهد كبير فزملائك بالعمل رح يعملوا جهدهم ليحصلوا لك حقك، وهيك بتشعر بارتياح كتير وسعادة بالغة. ننتقل لبرج الثور. تعاطف مع الحبيب وما تخلي البسمة تغيب عن وجهك. توصل لك تأثيرات إيجابية بتسلط عليك الأنظار وبتسرق اهتمام الحبيب. أما على الصعيد المهني، بيفسح لك هنهار مجالات الشهرة والنجاح، وما بيخف الوهج اللي كان مسيطر على برجك من بداية الشهر. ننتقل لبرج الجوزاء. بتعيش لحظات حب عاصفة، وبيصارحك الحبيب بأسراره. أنت محبوب كتير أيها الجوزاء، فاستغل الظرف لتقوية العلاقة. أما على الصعيد المهني، فالتراجع بالعمل ما بيزعجك، ولكن بيحمل لك هنهار مشاريع جديدة إبداعية تقدم عليها. ننتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان. لازم تواصل محاولاتك لمساعدة الشريك حتى النهاية، وما تستسلم للعرائيل مهما صعبت الأمور. أما على الصعيد المهني، فبتتفوق بالعمل وبتحصل على مكافأة مالية. ننتقل من برج السرطان لبرج الأسد. إذا بدك تاخد قرار مهم، فاليوم هو نهار المناسب. أما على الصعيد المهني، تصطدم بالمحيط بس ما بتعيش انفعالات قوية وتجارب قاسية، وبتقدم على خطوة جديدة. ننتقل من برج الأسد لبرج العذراء. التواصل الدائم أيها العذراء مع الشريك بيوفر عليك مشاكل كتيرة، وبيساهم بتوضيد العلاقة بينك وبينه. أما على الصعيد المهني، لازم تختار خطواتك المستقبلية بعناية، الأمر اللي بيساعدك على تحقيق التقدم اللي كنت بتطمحه من مدة طويلة. ننتقل من برج العذراء لبرج الميزان. يوم رومانسي وهادي بيسمح للعاشق بيلتقي بحبيبه بعيد عن الأضواء والضجة، فاستمتع بهالموضوع أيها الميزان. أما على الصعيد المهني، بيدعيك الفلك للتروي والاعتناء بنفسك تتقدر تحصل على نتائج بترضيك وتعوض عن التراجع. ننتقل لبرج العقرب. أنت كتير مرتاح أيها العقرب بعلاقتك مع الشريك، وهيدا الشيء كتير منيح مقارنة لعلاقتكم بالماضي. أما على الصعيد المهني، لازم تستمتع بنصايح الآخرين، فهني أكثر خبرة منك بكيفية إدارة الأمور. ننتقل من برج العقرب لبرج القوس. بتحقق تقدم مهم، وبتدخل بعلاقة بتنتهي يا بالزواج يا بتقوية الروابط العائلية. أما على الصعيد المهني، مصاعب وحواجز بتعترض طريقك، ما تيأس حتى لو تعرضت للاستفزاز. ننتقل من برج القوس لبرج الجدي. ما تخلي الروتين يسيطر على حياتك وعلاقتك بالشريك، فهالشي بيؤدي لزيادة المشاكل بيناتكم. أما على الصعيد المهني، بيحمل لك هنهار بشرة سارة وأحداث بحياتك أو ربح مالي بشغلك. ننتقل من برج الجدي لبرج الدلو. أيها الدلو، بتعيش لحظات حلوة وبتستعيد خلالها ثقتك بالأحباء، وبتتحرر من العقد والتحفظات. أما على الصعيد المهني، فبتلاقي النجاح والأفراح، وبتبرهن عن قدرات كبيرة، وبتتلقى خبر كتير منيح. آخر برج معنا لليوم هو برج الحوت. محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنك ما بتكون مقتنع بالاقتراحات اللي بيقدم لك إياها، فبينصحك الفلك تكون حذر. أما على الصعيد المهني أيها الحوت، فبيطرح عليك صديق قديم بعض الأفكار المميزة، بس ما تتسرع بقراراتك قبل ما تتطلع على التفاصيل. هيك بتكون خلصت جولتنا على الأبراج، وهلأ بننتقل لمولود اليوم. مولود اليوم من برج الحمل، أنت سريع البديهة وذكي وموهوب، عندك طاقة كبيرة ومتفائل، كما أنك بتحب المغامرات وبتحب تنفذ، ما بتحب تتأيد بالشروط. وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لليوم،
وهلا بنرجع لـ MTV Alive.